وإذا شرع أحد في غيبة أحد قل له أسكت جزاك الله خير، فإن فعل وسكت فهذا المطلوب، وإلا وجب عليك أن تقوم من المجلس ولو كان في المجلس أبوك أو أخوك أو عمك. لا يجوز أن تجلس في مجلس غيبة وأنت قادر على المغادرة، فإن فعلت فإنك مشارك لهم في الإثم. ثم إذا اغتبت أخاك وتبت إلى الله لابد أن تستحله، إذا كان قد علم بأنك اغتبته تذهب إليه وتقول يا فلان والله أنا اسمح لي حللني حللني أنا اغتبته، وإذا حللت صار خيرا له ولك. أما كونه خيرا له فلقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأما كونه خيرا لك فلأنك برئت من الإثم، لأن الغيبة من كبائر الذنوب.